احنا شايفين ان دي بدايه، يعني كان البدايه كان حصلت في بطوله افريقيا احنا نظمنا كويس، وبعد كده النتائج ما عجبتش كتير من الناس، فقررنا نعمل البطوله دي بعد بطوله افريقيا ان احنا نهتم بالناشئين عشان ننمي جيل كويس يقدر في المستقبل يعمل منتخب كويس لمنتخب مصر. أشكركم كلكم وألف شكر.